موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. بداية، كشفت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين عن نقل الصحفي بجريدة ليبرتي الناطقة باللغة الفرنسية محمد مولوج اليوم الثلاثاء إلى الجزائر العاصمة للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد. وكان الصحفي قد اعتقل من طرف قوة الدرك الوطني مع تفتيش منزله بتيزي وزو يوم الأحد الماضي. وعن أخبار الاعتقالات، دائما يمثل الصحفي محمد مولوج أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد رفقة المعتقلين الآتية أسماؤهم: عبد النور عبد السلام، زهير مسعودان، مالك بوجمعة، أرزقي الحاج، زهير جميعي، علي ميمون، عبد النور سعيدي، رزيق زواوي، نادير شلبابي، بشير عمران، أحمد عمران، يحيى إقناتن. وفي السياق، نقل الناشط عبد الله خمقاني الذي اعتقل في مكان عمله بحسم سعود يوم 5 سبتمبر الجاري إلى الجزائر العاصمة في انتظار مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد اليوم الثلاثاء. وبالعاصمة دائما، اعتقلت قوات الأمن الناشطين الياس الليج وأحمد دياوي وهما متواجدان تحت النظر. كشف بيان للدرك الوطني مساء أمس الاثنين عن توقيف 8 مشتبه فيهم بتيزي وزو و8 آخرين بولاية بجاية على خلفية التحقيقات حول الحرائق الأخيرة. هذه التحقيقات أفضت إلى اكتشاف تورط 11 مشتبه فيه آخرين من الموقوفين في قضية قتل جمال بن اسماعيل، جميعهم ناشطين ضمن منظمة الماك المصنفة حديثا بالإرهابية. من بين المشتبه فيهم عضو مؤسس، أمين خزينة التنظيم ورئيس التنسيقية، بالإضافة إلى صحفي كانوا على اتصال مباشر مع رئيس التنظيم فرحات مهني حسب ما أفاد به هذا البيان. ننتقل متابعينا إلى أخبار مغربنا الكبير. وبليبيا، تقدم 45 نائبا برلمانيا بطلب لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة. وقال رئيس البرلمان الليبي إن الطلب سينظر فيه بعد مرور 8 أيام من تقديمه ويومين على أخذ الرأي بشأنه وفق القانون. أما بتونس، كذبت وزارة الشؤون الخارجية خبر منع دخول حاملي جواز السفر الليبي بمن فيهم من لديهم إقامة بتونس. نختم متابعينا بأخبار الساحرة المستديرة، حيث تفتتح منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021-2022 اليوم الثلاثاء بإقامة مباريات الجولة الأولى. من أبرز هذه المباريات، مباراة فريق برشلونة الإسباني على ملعب كامب نو مع نظيره بايرن ميونخ الألماني، فسهرة ممتعة. بهذا نطوي متابعينا هذا الموجز، نذكر أنه باستطاعتكم متابعة أخبارنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا وعلى موقع غاديو تيغي ان.نت ومغرب ايمرجون.نت. إلى اللقاء.